Welcome back to my channel. اليوم اكيد حتعرفوا من صوتي انه انا مقربة. من يومين كنت تعبانة ولان هلا حسيت حالي احسن حبيت صوركم فيديو. والفيديو اليوم عبارة عن 13 معلومة عني. بتمنى يعجبكم الفيديو وما كتير حطول عليكم. يلا نبلش. انا طبعا كتبت المعلومات على دفتر كرمال ما انسيون وكرمال ما طول عليكم. هلا حنبلش. اول معلومة عني واللي هي انا كتير بحب اللون الموف واللي هو البنفسجي، حتى لدرجة انه اوضتي موف، نصتي بموف، شنطي موف، وكل شي موف. حتى انا كمان ماما بتحب هيدا اللون. اما تاني معلومة عني واللي هي بحب الرقص كتير كتير كتير. تالت معلومة عني هي بكره افلام الرعب. انا بكره افلام الرعب انه لدرجة انه حدا يذكر كلمة رعب قدامي خلص بنقذ، وما بحبهم لانه في مقاطع انه بيكون فيها دم وهيك، مش هيك ما بحبهم. اما رابع معلومة واللي هي كتير بحب الضفير الطوال، حتى انه انا بطول ضفيري بس ما كتير بيطولوا، بس بالنسبة لرفقاتي بيشوفوا انه ضفيري واو كتير طوال وحلوين. اما خامس معلومة عني واللي هي اكتر مسلسل تركي بحبه هو ازهار حزينة. هالمسلسل من كتر ما بحبه صرت عيدته 3 مرات وهلا بدي بلش بالرابعة. سادس معلومة عني واللي هي بحب الأغاني الإنجليش أكتر من الأغاني العربية، حتى أنه ممكن أسمع أغاني عربية بس الإنجليش كتير بحبهم. أما سابع معلومة عني واللي هي أكتر أكلة بحبها هي الكريسبي، بس كل ما نروح على المول أو نكون برات البيت خلاص بدي كريسبي. أما تامن معلومة عني واللي هي أكتر مادة بحبها هي مادة الإنجليش، حتى أنه علاماتي فيها كتير منيحة. أما تاسع معلومة عني أكتر مادة بكرهها هي الفيزيك. الفيزيك أنه بساعة الفيزيك بحس بنعس من كثر ما بكره المادة، ما أعرف بكرهها. عاشر معلومة عني هي أكتر غنية بحبها هي هاري ياردسان. هي غنية مسلسل تركي كتير كتير بحبها، حأكتبكن الرابط تحت الفيديو وكمان فوتوا وقولولي إذا حتحبوها. المعلومة رقم 11 هي هوايتي الرسم، وإن شاء الله بفيديو قريبا بسولكن رسوماتي. المعلومة رقم 12 عني واللي هي بعدني لهلأ بحب ألعب الباربي، حتى أنه بعدني لهلأ يعني ماما من أنا وصغيرة كانت تجيب لي مثلا مطبخ باربي، أوضة باربي، صالون باربي، وبعدني لهلأ محتفظة فيهم. بلكي شي نهار بفرجيكن إياهن. المعلومة رقم 13 عني هي والكل بيسألني هالسؤال انه انا هاي الخصة البيضة اللي عندي اياها هي خلقة او انا صبغتها؟ لا هي خلقة، هي وراثة بعائلتنا، حتى انه انا كتير بحبها. هاي هي اوكي، فما تسألوني اذا هي انا صبغتها، اكيد انا ما صبغتها، حتى ماما ما بتسمح لي اصبغ، وهي خلقة من عند ربنا وحتى خالي عندي اياها. So هول هن المعلومات اللي انا حقلكن اياهن. بتمنى يعجبكن الفيديو، واذا عجبكن الفيديو بليز ما تنسوا تكبسوا زر اللايك وزر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو، وتكتبولي كومنت انه اذا حبيتوا الفيديو، وكتبولي كمان انواع الفيديو اللي بتحبوا اعمله، وبليز اعملوا شير للفيديو. وكمان بدي اقلكن مرسي كتير كتير ل 133 سبسكرايبر. بليز 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 خلوني اوصل بمدة شهر ل 200 سبسكرايبر. عن جد ماني مصدقة انه بظرف جمعتين قدرنا نوصل ل 100 سبسكرايبر. مرسي كتير، باي.